مفهوم الانسحاب يا جماعه ولا وراح؟ فيش حاجه اسمها انسحاب، احنا مش في دوري الهجاص بتاع ست نفيسه العايقه، لا احنا في دوري محترم. احنا دوري محترم ودوري كبير، ونتمنى ان الدوري المصري يرجع لمكانته المضمونه ومكانته الطبيعيه. كابتن حميد والله العظيم زعلانين جدا، شفنا الدوري الانجليزي والدوري الاسباني تم اعلان الجداول كلها يا كابتن. فاحنا نتمنى، احنا عايزين كده، احنا مش عايزين حاجه غير يعني غير ان الجدول ماشي. اللي عمل كده الانديه مش الرابطه، الانديه اللي من اول السنه قالت انا موافقه على الدوري المضغوط والدوري الطويل ونتحمل المسؤوليات، لما جت الانديه الادارات فشلت عايزه تلبس الرابطه وتلبس لبس المسابقات. احنا بنقول الحق ولو على رقبتنا، ولو الزمالك ماشي اول وبينافس ولا كان عمل ده كله. يعني انت بتكلمني تكافؤ فرص ايه وانت في المركز ال11؟ هو انت بتزعل من الحقيقه؟ تكافؤ فرص ايه دي يا عايز افهم يعني؟ يعني تكافؤ فرص مع مين؟ ما ترد عليا يا احمد. انت صح يا كابتن، ما بدي اقول لك ايه طيب؟ انت صح، لو حسبناها لو حسبناها بالارقام وبالماتشات وبال يا راجل كلمه تكافؤ فرص ايه بتتحط في البيان؟ لان ده كلام لصالح بيراميدز. ايه اديني حقي برضه يا كابتن، اديني حقي. يعني انا مع هالمعنى انا في مركز ال20 مثلا تقول ما تدينيش حقي؟ بس انا مش انا حتى في المركز اديني حقي وخد حقك بس يا كابتن. هو ده اللي هو ده يا باشا، خد حقك وانت في اسوأ حالاتك، لاني ما حدك لدعوه مستواك ايه، ولكن تاخد حقك بس يا كابتن. هو الكلام اللي داير بس هو ان انت مهما حصل ومهما كان مستوايا ومهما اديني حقي، ضربه جزاء ضربه جزاء، فاول فاول، مش عارف ايه مش عارف ايه، بس هي هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. والاخطاء يا كابتن انا مش بقول لك ان لا، الزمالك له وعليه كتير وله كتير برضه، لكن في حاجات ما ينفعش، ما فيش اخطاء يا كابتن، ما ينفعش ان احنا نخطا فيها. بس هي دي النقطه، كارت احمر فاول. بس انا عايزك بس بما يرضي الله، والزمالك بيقول انا عايز حقي والتحقيق في كل الاخطاء التحكيميه من بدايه الموسم، الاخطاء اللي لصالح منافسين الزمالك هياخدوها ازاي؟ يا ريت بس نجاوب على السؤال ده بما يرضي الله. والله نلاقينا ضرب الجزاء لسيرافيكا نرجعها لهم ازاي؟ نلاقينا طرد هنا نرجعه ازاي؟ يا راجل عايزين طلبات منطقيه. اشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد ولي. طيب الاهلي بقى، الاهلي ضرب كرسي في الكلوب، واقول لك على مسؤوليتي وسبق وانفراد مهم جدا جدا جدا. الاهلي بعت تلميحات، والنبي يا جماعه وانتوا قاعدين يوم السبت خلي بالكم، لسه ما فيش بني ادم اتولد يقول لي اجل المباراه ساعه مش يوم. قلت انا اهو السابق اهو، انت عامل هيصه وبتقول مش هلعب، وتكافؤ الفرص وانت في المركز ال11. الاهلي بقى اللي بينافس على الدوري مع بيراميدز بيقول لك انا الجدول جاي لي في فبراير ومحدش اعترض عليا، وانا ما اعترضتش، ولا الزمالك اعترض ولا بيراميدز ولا فيوتشر، التلاته اللي كانوا بيلعبوا معايا في افريقيا. لو جيت قلت لي المباراه هتتاجل ساعه انا رافض. اقول تاني، الاهلي يرفض اي مساس بموعد القمة الثلاثاء القادم 25/7. ما هو انت مش قاعد في الملكوت لوحدك، لا مش لوحدك، لا في منافسين. مش انت عايز تكافؤ فرص؟ الاهلي بعت رسالته وانا بنفرد معاك بيها، الجدول جاي لنا في فبراير ومحدش اعترض، واحنا ناس عندنا ارتباطات ووافقنا على الضغطه اللي احنا فيها علشان مشاركتنا الافريقيه. يعني لما كولر قال مش هلعب الماتش اللي بعد السوبر في الامارات اتسكن للاهلي بعد 48 ساعه في الضغطه دلوقتي اللي هو بتاع الاسبوع ال 12 اللي هو الداخليه. هتقول لي ازاي؟ ما انا اصلي مذاكر، خلي بالك انا مش كفتجي ولا بتاع كرومب. الكابتن خالد الغندور قال لك ازاي
يوم 14/7/6 14/6. شكرا يا حاج محسن، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، بارك الله فيك، شكرا على الهنية وان كنت لا اقبل ذلك، بس شكرا لحضرتك. انا بشتغل اعلام بلا اجور وما باخدش ارباح ولا بقبل حد ينقطني وانا بتكلم، ولكن طبعا الهدية من المحب فوق دماغي والرسول ابن الهدية، عشان انا مذاكر مش بتاع كرومب ولا كفتجي. الكابتن خالد الغندور المحترم طلع قال لك ايه؟ قال لك الاهلي لعب 14/6 مع فاركو، والزمالك لعب 14/6 مع سيراميكا. طيب ازاي الزمالك يلعب مع المصري بعد 3 ايام يوم 17، والاهلي يلعب اللي لعب في نفس اليوم مع الاتحاد يوم 18؟ اين العداله؟ ما بص شايف الاهلي الضغطه من فبراير، بس ما فيش حد بيذاكر، كله بيحاول يرضي الجماهير. مع كامل احترام كابتن خالد الغندور ما يزعلش مني، يعني اختلاف ود يعني. بص الجدول بيقول ايه؟ الزمالك لعب 17، الزمالك هيلعب الجمعه مع مين؟ مع فاركو. خد 4 ايام، خد اليوم النقص. الاهلي لعب 18، هيلعب الجمعة في يوم الزمالك مع الداخلية. 18 كان ايه؟ 18 كان ايه؟ كان التلات. الجمعة 21، يبقى 4 5 ولعب الاهلي في اليوم التالت. الزمالك 17 كان يوم ايه؟ كان يوم تلات، 4 5 جمعة ولعب في اليوم الرابع. يبقى الاهلي لعب 19 ويلعب 21، الزمالك لعب 18 ويلعب 21، الزمالك خد اليوم اللي خده الاهلي. طب اليوم ده ايه اللي خلى الاهلي زاد يوم قبل مباراة الاتحاد عن الزمالك؟ ان المباراتين في برج العرب، فاللي حط الجدول عشان عادل قال لك المباراتين هنا، فالاهلي هيلعب واخد يوم زيادة عن الزمالك، رغم ان الزمالك مش في المنافسة، ولكن كأنه قارئ لسوء النوايا. يبقى الزمالك ياخد 4 ايام والاهلي ياخد 3 بعد الاسبوع ده. فالاهلي قال لك ايه؟ قال لك بص انا وافقت على الضغطة دي، الزمالك لعب الاثنين 3 4 5 واليوم الرابع الجمعة، صح. الاهلي لعب الثلاث، ريح 4 5 ويلعب الجمعة. تعالى بقى ايه الاهلي قال لك؟ لا خلي بالكم انا سيبكم تتكلموا براحتكم، اوعى حد يقول لي في تأجيل يوم لأي مباراة، ساعة لا قمة ولا غير قمة. انا الجدول اللي محطوط واللي جالي في فبراير لا اوافق على المساس بيه، لا اوافق على المساس بيه نهائيا، وراح ضرب لك كرسي في الكلوب. قال لك المباراه بتاعتي وانا رايح استاد القاهره يوم 25، وراح باعت $50,000 بتاع تكلفه الحكام طبقا للائحه. اتحاد الكوره قال له شكرا استوفيت الشروط، راح باعت لخمس اتحادات اوروبيه بيدور على اي حكم فاضي، عكن الصفوه كلهم في اليورو. اي حد فاضي على القهوه يجي وخلاص، اي حد اجنبي ما حدش هيكلمه. يبقى اقول لك الانفراد تاني، الاهلي ارسل بشكل ودي لن يوافق على المساس باي مباراه مؤجله او منتظمه تم تحديدها من فبراير وحتى الاسبوع الـ30. يبقى كده انفرادين عندي، ان الاندية الاربعة اللي مشاركة في افريقيا، اهلي الزمالك فيوتشر بيراميدز، عندهم من فبراير مؤجلاتهم حتى الاسبوع الـ30. مفيش واحد من الاربعة اعترض. عايز تعرف الجداول حصريا وانفراد؟ الليلة الخميس في ملعب الشمس مع عبد الناصر زيدان في وجود الاسطورة الكابتن حلمي طولان، عامل لك الجداول جرافيكز للتاريخ، عنب ولوز يا معلم.
انا راجل بتاع معلومات بما يرضي الله. الاهلي قال لك انا من الاسبوع ال11 اللي انا لعبته مؤجل امام فاركو واللي الزمالك لعب في سيراميكا، عندي الدنيا منتظمة حتى الاسبوع ال30 ما بين مؤجلات وما بين انتظام. الكلام ده وصلني من فبراير، حدش اعترض عليها. فاللي يجي يقول لي اجل مباراة يوم لن اوافق. وراح باعت ال50,000 دولار وخد اجراءاته ورايح الاستاد، والتذاكر بتاعته هتطرح بعد من يوم السبت او الحد لمباراة القمة. الاهلي هيروح، اللي مش عايز يروح هو حر. مع كامل الاحترام، دي لا تجاوز ولا شتيمة، على كان اللي عشت معه الله يسامحك وارفع على امه قضية. اطير الى النادي الاهلي ومراسلنا هناك ومسؤول ملف النادي الاهلي معنا الاستاذ حسين فرماوي. استاذ حسين فرماوي السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك يا استاذ عبد الناصر؟ بحيي طبعا حضرتك وبحيي السيد المشاهدين، اهلا بحضرتك. ماذا يدور في النادي الاهلي؟ الامور عاديه جدا وطبيعيه جدا زي ما حضرتك اشرت منذ قليل كده. النادي الاهلي بيستعد للمباراه الداخليه اللي هي ان شاء الله خلاص احنا دخلنا في يوم الخميس، فهي مباراه الاهلي الجمعه بكره ان شاء الله. طبعا. النادي الاهلي بيستعد وخلاص هيدخل بكره في معسكر مغلق. الاخبار في معسكر النادي الاهلي طبعا تدعو للتفاؤل. يعني النهارده المهاجم الدولي الفلسطيني وسام ابو علي كان موجود في التمرين وشارك بشكل كويس، ان شاء الله من المتوقع ان هو يعني هيبقى موجود في مباراه الزمالك، مش في قائمه مباراه الداخليه، لان كلنا عارفين طبعا مستر كولر مش بيحب يجازف باللعيبه اللي هي لسه عايده من الاصابه وكده. فمن المتوقع ان شاء الله ان اسامه هيكون جاهز لمباراه القمه اللي هو يوم الثلاث باذن الله يوم 25. واحد بيقول لي ناصر مزيد بيقول لي مالك ومال ربنا خدت كام في السبوبه دي؟ مش عايز اغلط الله يسامحك، بس لو عايز اعرف خدت كام روح اسال امك. بالعكس احنا ناس زي ما حضرتك يا عم بتقول ماشي. الناس بص خلي بالك دي عالم ذباب الكتروني متخلفه، سيبك منها، بس ساعات كده بحب الافيه تحكم. يعني واحد بيقول لك قول لنا اسم اللي بيقبضك، اقول له يعني اقول لامك مثلا؟ يعني عيب يعني في الايام دي. اذا وسام ابو علي جاهز للقمه ولن يدفع بيه غدا امام الداخليه. بالظبط كده، بالظبط كده. هو النهارده كانت اول تمرينه لوسام من بعد الاصابه، بس هو شارك فيها بشكل كامل، يعني كان شارك في التمرينه كامله. ومستر كولر يعني هيجهزوا لمباراه الزمالك. وبالنسبه لمباراه الزمالك طبعا انا كنت بسمع حضرتك نفس الكلام اللي حضرتك ذكرته بالظبط ده برضه عندنا، يعني ان خلاص نادي الاهلي متبلغ، مش نادي الاهلي بس، كل الفرق اللي كانت بتمثل مصر في المفارقات الافريقيه متبلغه من تحديدا من اخر فبراير بجدول مباريات لنهايه الموسم بما فيهم التوقفات اللي هي بس طبعا توقفات المنتخب والى اخره. فالنادي الاهلي بيتعامل بشكل طبيعي، شايف ان هو اصلا ملوش علاقه بالازمه خالص اللي دايره ما بين نادي الزمالك وما بين الاتحاد او رابطه الانديه المصريه. الزمالك اصدر بيان النهارده المتحدث الاعلامي نادي الزمالك الاستاذ احمد سالم اشار ان ده كان سؤالي، هل هناك ردود افعال على كلام المتحدث الرسمي ان الزمالك لن يلعب مباراه القمه؟ وهل الاهلي بياخد الكلام ده ويتعامل معاه ولا الاهلي في حته تانيه؟ لا طبعا النادي الاهلي عموما لما بيتعامل بشكل رسمي ظابط. دي اول حاجه. تاني حاجه النادي الاهلي ما تبلغش باي حاجه، بل على العكس النادي الاهلي خد خطوه اتاكد ان هو بيستعد لمبارياته المقبله بدايه من مباراه الداخليه ويليها طبعا مباراه القمه بشكل طبيعي جدا. النادي الاهلي ارسل بالفعل لحظه بس يا عم حسين فؤاد. انا بتكلم عم حسين فؤاد انا بتكلم الزمالك لعب المصري في برج العرب والاهلي لعب الاتحاد في برج العرب. مظبوط. عشان كده الزمالك لعب بيومين راحة ولعب في الثالث، والاهلي لعب بثلاث ايام راحة ولعب في الرابع، ومباراة الداخلية الاهلي يومين راحة وهيلعب الداخلية الجمعة في القاهرة، الزمالك ثلاث ايام راحة وهيلعب في اليوم الرابع. فأنا بتكلم مباراة المصري في برج العرب والاهلي والاتحاد في برج العرب. أنا عارف بقول إيه يا عم حسين، اتفضل. مظبوط يا ريس، أنا بأكد كلام حضرتك. لا مش أنت يا عم حسين فؤاد بس. الاهلي لعب فاركو في برج العرب. ايوه تمام. ثم لعب الاتحاد
في برج العرب، والزمالك لعب المصري في برج العرب. بالظبط كده، وقبله كان ماتش سيراميكا طبعا في ملعب الجبل الاخضر، ملعب الاهلي لعب في برج العرب فاركو، والزمالك لعب في القاهره سيراميكا. دي الامور طبيعيه مؤجله الاسبوع ال 11. مش مختلف. وماتش الجمعه ماتش الداخليه في استاد السلام. ما لا انا بتكلم على بالرد على على الفرق في الماتشات. آه بالظبط، وانا شرحتها. اذا النادي الاهلي زي ما وصلني عنده مواعيده، جدوله، لا مساس فيه. جرايد فعل طلبوا استقدام حكام اجانب لمباريات القمه. النادي الاهلي فعلا بعت ال 50,000 دولار؟ بعت بالفعل. طلب وبعت فلوس. خلاص النادي الاهلي بيتعامل بشكل طبيعي جدا، مباراه القمه لن تؤجل ساعه واحده فقط. مش ده الاتحاد المصري بعت جوابات لاوروبا. بعد بالفعل بيجس نبض اكثر من حكم، نشوف وضعهم ايه. زي ما حضرتك عارف طبعا ان حكام الصفوه في اوروبا حاليا في بطوله كاس الامم الاوروبيه المقامه في المانيا. هيبقى الاتجاه للحكام اوروبا الشرقيه، التشيك، كرواتيا اللي هي المدرسه اللي فوق دي في اوروبا. لكن بنسبه كبيره ان لم تكن نسبه 100% النادي الاهلي خلاص بيتعامل بشكل مباشر بعد مباراه الداخليه اللي هي يوم الجمعه. النادي الاهلي سيدخل في معسكر مغلق من يوم السبت ان شاء الله استعدادا لمباراه القمه، ولا نيه للتاجيل. زي ما حضرتك ذكرت منذ قليل ان الزمالك، اهلي، بيراميدز، فيوتشر، الرباعي المصري متبلغ من شهر فبراير بجدول مبارياته لنهايه الموسم، وبناء عليه النادي الاهلي خلاص معتمد الجدول ده بشكل رسمي. بس فالقصه الدايره ما بين نادي الزمالك وما بين الاتحاد المصري لكره القدم او رابطه الانديه هي بعيده كل البعد عن النادي الاهلي. النادي الاهلي بيتعامل اللي انا ماليش علاقه بالموضوع من قريب او من بعيد، انا راجل متبلغ بمبارياتي وبجدولي بشكل رسمي. نفس الكلام لنادي الزمالك، نفس الكلام لنادي بيراميدز، نفس الكلام كان لنادي فيوتشر. والنادي الاهلي بيتعامل بناء عن الجدول اللي اتبعت له من وقت سابق. وخلاص يا ريس، بكره ماتش الداخليه ان شاء الله يوم السبت على طول مباشره النادي الاهلي في معسكر مغلق استعدادا لمباراه الديربي طبعا او كلاسيكو الكره المصريه ما بين النادي الاهلي والنادي الزمالك. طيب اروح لملف ثاني، ووصلني ان الكابتن محمود الخطيب بكى. حتى لما بسأل أحد أصدقائه قال لي بكى وتأثر كثيرا برحيل البنتين مشجعتي النادي الأهلي. تفاصيل أول رد فعل من الكابتن محمود الخطيب وبيان الأهلي في مساندة أسرة كل واحدة فيهم. طيب ده عند انفراد لحضرتك أو انفراد من خلال حضرتك للنادي الأهلي. النصب التذكاري اللي موجود في النادي اللي بيحمل أسامي الـ 74 شهيد هيبقوا 76، هنضاف اليهم يعني اسم البنتين اللي توفاهم الله في الحدث المروري عقب مباراه نادي الاهلي ونادي الاتحاد بالامس في برج العرب. ده اول قرار من كابتن محمود الخطيب. طبعا كابتن محمود الخطيب لو موجود في مصر كان هيتواجد بشكل طبيعي على راس الاداره او اعضاء مجلس الاداره النهارده اللي راحوا يعني لمراسم العزاء سواء للنورهان او لناديه اللي هي نرجس رحمهم الله. يعني المجلس كله راح، كابتن الخطيب من المانيا بعت للناس اللي الناس تتواجد. كنت بتكلم انا وحضرتك بالامس وحضرتك ذكرت لي قبل حتى البيان ما يطلع ان المدير التنفيذي للنادي الاهلي الاستاذ سعد شلبي ومعاه سياده اللواء علاء مدير امن النادي كانوا متواجدين من الامس دون اي تكليف كمان من كابتن الخطيب، بيتابعوا الاجراءات عشان الدنيا يعني تمشي بشكل سلس ويعني وجزاهم الله خير وكتر خيرهم. طبعا ده حصل بالفعل، ده تاكيدا لكلام حضرتك معايا بالامس. ده كان في البيان ده بشكل رسمي، يعني الناس عملت الـ الموقف المحترم ده منهم هما الاثنين بشكل شخصي، لكن ده كان تكليف برضه من الكابتن الخطيب. يعني اللي انا عرفته ان الكابتن محمود الخطيب طلب بشكل شخصي من مسؤوليه الاتحاد المصري لكره القدم ان يكون في بكره ان شاء الله في مباراه الداخليه في دقيقه احداد على البنتين، في شارات سوداء سيرتديها لاعبو النادي الاهلي. يعني النادي الاهلي يعني بعوده الكابتن محمود الخطيب ان شاء الله يعني برضه من ضمن الحاجات اللي عايز اكد لك عليها
ومن اصدقاء الكابتن محمود الخطيب ان اول حاجه هيعملها عقب عودته سيتوجه لزياره الاسرتين وتقديم واجب العزاء. بالظبط، انا كنت هاكد النقطه دي دلوقتي. بعد توجهه مباشره يعني لتقديم واجب العزاء، من يعني من المتوقع برضه وده وصلني اللي هيتم دعوه الاسرتين من هنا ومن هنا، اسر البنتين يعني يتواجدوا في النادي الاهلي برضه ان شاء الله. النادي الاهلي كده يعني قرروا يعملوا يعني زي ما بنقول كده حفله تدشين بسيطه على روح البنتين، ده مقرر ان شاء الله بس بعد عودة كابتن محمود خطيب زي ما حضرتك ذكرت دلوقتي. يعني غالبا هتكون تعبين في الاربعين والاهلي دايما مع جماهيره، وهذا موقف انساني يحسب للكابتن محمود الخطيب، لابد ان نثني عليه لانه انسان بمعنى الكلمة. وله كل التحية وتمنى له العودة بسلامة الله. إذا أؤكد الكابتن محمود الخطيب أول مشوار هيعمله عقب العودة مباشرة من رحلته العلاجية التوجه إلى أسرة الفقيدتين وتقديم واجب العزاء. كمان في حاجات أنا مش عايز أتكلم فيها بناء على رغبة الناس في النادي الأهلي، سواء أمور مالية، تعويضات، مساندة، دي حاجات كلها الأهلي يرفض الحديث فيها لأنها يعني فيها جزء كبير من التعامل مع الجماهير لله، وحبا وتقديرا لجماهير الأهلي اللي هي دايما صانعة المجد عبر التاريخ. طيب هل هناك أي أمور أخرى معك في النادي الأهلي؟ يعني هو ما فيش جديد، دراسة أكتر من الناس مركزة في ماتش بكرة تحديدا. بنأكد تاني من خلال حضرتك إن مباراة القمة بالنسبة للنادي الأهلي ستقام في موعدها. النادي الاهلي خلاص اتعامل بشكل رسمي وما تبلغش بحاجه خالص ان الاهلي كمان بعت لاتحاد الكوره كان يبقى في دي احداث في مباراه الاهلي او مباراه الجمعه، والاتحاد المصري لكره القدم وافق، بس لكن تبقى عارف انا عندي بس سؤالين قبل ما اسيبك. هل هناك عرض سعودي جديد للشناوي ولا فركوش؟ والله يا ريس انا سالت في السعوديه، ما سالتش طبعا في النادي الاهلي. انا سالت الناس يعني زي ما اتنشر الصبح على مواقع التواصل الاجتماعي ان في عرض من النادي الواحده. انا تواصلت مع الناس من النادي الواحده واكدوا لي ان بنهايه الشهر الجاري بدايه من 1 يوليو هيبداوا التفاوض، واخد بال حضرتك، مع اللعيبه او مع حراس المرمى او ايا كان الصفقات اللي الناس محتاجاها. ده بشكل رسمي يعني ده قرار متبلغين بيه من صندوق الاستثمار السعودي. مفيش اي فرقه لسه خدت الاوك اصلا انها تبدا يعني انها تبدا مفاوضات مع اي لاعب للموسم الجديد. كل اللي احنا بنسمعه ده حاليا كلام فقط من مصر، ده كلام الناس في السعوديه، وده كلام مؤكد. ان من بدايه من شهر يوليو المقبل ان شاء الله هيبقى في مفاوضات بقى سواء مع الشناوي او غير الشناوي، لكن الشناوي موجود في الحسبان، هو موجود في الحسبان، لكن ما تقليش ان بدا مفاوضات بشكل رسمي مع حارس النادي الاهلي. طيب كلام ان اللاعب المغربي اللي فسخ عقده مع نادي الروسي يقترب من النادي الاهلي، صحه الكلام ده اللي هو يحيى عطية الله؟ لا 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 خالص، يحيى عطية الله لحد اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دي قريب من ان هو يكمل في الدوري الروسي. مفيش عرض رسمي، الكلام بيقول لك ان هو فسخ عقده. مفيش فسخ تعاقد خالص يا ريس، بالعكس يعني هو يكمل. يعني النهارده فسخ تعاقد ودفع هو مكمل في الدوري الروسي، وبنسبة كبيرة أصلا هيكمل يعني هيطلع إعارة من فريقه لفريق آخر في الدوري الروسي، وتحديدا روبن كازان. يعني حتى اسم الفريق اللي وصلني روبن كازان الروسي هو الأقرب للحصول على خدمات يحيى عطية الله على سبيل الإعارة. هو عامة كمان الرقم بتاعه غالي جدا. أنا يعني المعلومة اللي أنا برضو بذكرها لحضرتك ده واسم الفريق أنا كحسين متأكد منها يعني 100%، جايز يجد جديد برضه الفتره الجايه ما دام لسه ما وقعش رسمي. بنقول كل حاجه ممكن تحصل في سوق الانتقالات، ممكن يحصل تقارب في وجهات النظر، المغريات ممكن تبقى للاعب يعني اكبر الفتره الجايه. احنا بنتكلم ان النادي الاهلي احنا بنتكلم في الحاجات دي من غير فناكيج، بنقول الوقت الحالي في ايه. طيب الوقت الحالي هو اقرب ان هو يكمل في الدوري الروسي. يزن النعيمات
يزن النعمات اعلن عبر صفحته الرسميه ان كل الكلام اللي انتشر الفتره اللي فاتت عن يعني عن المبالغ اللي هو بيتقاضاها او ان هو خلاص قضى قوسين او ادنى ان هو يكون موجود في في فرقه ما ده كلام لا اساس له من الصحه. هو انكر الكلام ده على صفحته الرسميه وقال ان هو كمان ملوش اي وكيل رسمي بيتعامل معاه، هو بيتعامل هو بشكل شخصي. وده يعني انا كحسين احسبها ان هو بيرد على الشائعات اللي انتشرت الفتره اللي فاتت ومستني عرض رسمي من النادي الاهلي، لكن كده مفيش عرض رسمي لان هو انكر ان يكون له وكيل. ومعنى اللي هو انكر ان يكون له وكيل ان بالتالي مفيش عرض رسمي تقدم له رسمي، لكن قد نراه كده في الاهلي يعني بعد البوست اللي هو نزله او الستوري اللي هو نزله اللي هو بيتعامل بشكل شخصي وان كل ما يشاع عبر منصات التواصل الاجتماعي ان راتبه كان 1.5 مليون وهو طلب 3 مليون او طلب 5 مليون بعد تألقه الاخير في بطولة اسيا، يعني هي محضر قصة فقط لا غير. هو قال كده انا لم اطلب فلوس وكل وهم واي كلام اقوله بعيد عن صفحتي الشخصية لا اساس له من الصحة. وهو كده منتظر عرض رسمي. كمان النهارده اشكرك شكرا جزيلا يا حسين. اتفضل. كمان النهارده يا جماعه نادي الزمالك بينعي وفاه احد مشجعينه اللي هو علاء العطار مشجع نادي الزمالك الذي وفاته المنيه اثر تعرضه لحادث اليم. مجلس اداره نادي الزمالك يتقدم بخالص العزاء لأسرة المشجع داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. فإنا لله وإنا إليه راجعون. وربنا يرحم علاء العطار وبناتنا رحمة واسعة. كمان قيل إن محمد صبحي جدد مع الزمالك ولكن أجلوا الإعلان الرسمي لما بعد، لأن يعني هيعلنوا رسميا ولكن يقال إن هو خلصوا كل حاجة.